لعل كثير ممن شاهد خطبة لي بعنوان أماه لو كان عمرك بيدي لمددته ولكنه بيد ربي فهل يكفيك حبي. وصلتني مئات الرسائل التي أثرت في قلبي، ولكن أكثر رسالة أثرت في قلبي هذه الرسالة التي سأسردها لكم. قرأتها قبل أيام وأخذت عهدا على نفسي، وأخذت عهدا على نفسي أن أنقلها لكم. هذا رجل يعيش في دولة أجنبية، اسمه أسامة، أرسل لي وقال: قبل أشهر سمعت لك خطبة عن الأم، فبكيت يومها بكاء شديدا. وأما قصتي فإنني تركت أمي في منزلنا الذي تربيت فيه قبل 3 سنوات. قال: حدثت مشكلة عائلية وهجرت أمي وتركتها. 3 سنوات لا يكلم أمه، 3 سنوات لا يعرف عن أمه خبرا، 3 سنوات لا يعرف عن أمي شيئا. قال: فبكيت ليلتها وأخذت عهدا على نفسي أن أخذ حقيبتي وأن أسافر وأن أعود لأمي. فسافرت بعد أشهر قليلة وعدت إلى مكان ولادتي، عدت إلى حارة قديمة، عدت إلى المكان الذي ربتني فيه أمي في الصبا، المكان الذي كانت تخاف علي أمي أن أخرج منه في ظلام الليل، المكان الذي كانت تحبني فيه أمي وتراقبني ليل نهار، المكان الذي قبلت فيه أمي وأبي ليل نهار. قال: فدخلت حارة القديمة. يقول لي: دخلت حارة القديمة فنظرت وإذا بالناس يتدافعون علي، وإذا بالناس يتدافعون إلي وهم يسلمون علي، يقولون لي: عظم الله أجرك، وهذا يقول لي: عظم الله أجرك، وهذا يقول لي: عظم الله أجرك. أقول لهم: ما بكم؟ قال: رحم الله أمه، رحم الله أمه، 3 سنوات وهي تبكي شوقا إليك، 3 سنوات وهي تخرج كل يوم إلى الحارة تسأل فلان عنك وتبحث عن رقمك. قال: فدخلت البيت وفتحت الباب ودخلت البيت مسرعا. ها أنا أعود للبيت بعد 3 سنوات ولا صوت لأمي أسمعه، ليس هناك صوت سيقول لي: جئت يا أسامة، جئت يا حبيب قلبي، جئت يا قرة عيني. فأول ما دخلت إلى غرفتي فوجدت غرفتي من أجمل ما يكون. تركت غرفتي وهي في ضوضاء شديد. يقول: ففتحت باب غرفتي فوجدت غرفتي أجمل ما يكون، كل ما فيها مرتب. فنظرت وإذا بثيابي قد غسلت كلها ووضعت على السرير. فنظرت فيها فوجدت فيها ورقة، وجدت فيها ورقة مكتوب فيها: اسمع، إلى الذين يعقون أمهاتهم، بل إلى الذين ما زالت أمهاتهم أحياء حتى اللحظة ولا يرون أمهاتهم ويعقون أمهاتهم ويبتعدون عنهم. اسمع، الحياة ليست طويلة، الحياة قصيرة، وليس لك والله في الحياة لا صاحب ولا قريب ولا أخ إلا أمك. والله ستمضي في الدنيا كلها، ترى وجوه الناس كلهم، ولن يبقى لك إلا أن ترى أمك، لن يبقى لك إلا قلب أمك. قالت له في الرسالة: حبيبي أسامة، لقد أصلحت لك دولاب خزانتك، حبيبي أسامة، لقد أصلحت لك دولاب خزانتك، وثيابك قمت بغسيلها وهي على سريرك الآن، فلا تطل علي الغياب، فما عرفت الفرح منذ أن غادرتني،
أحبك يا أسامة، وإن عدت ولم تجدني فسامحني يا بني. تركها 3 سنوات، تركها لا يكلمها، وتقول له إن عدت ولم تجدني فسامحني، تطلب السماح وهي لم تعصي شيئا ولم تصنع شيئا، تطلب السماح ممن هجرها 3 سنوات، تقول له أحبك يا أسامة وسامحني يا بني. أنسيت خلفك، أنسيت خلف خطاك أدعيتي، أنسيت خلف خطاك أدعيتي، ومحوت من عينيك قبلاتي، ما حاجتي للنور في بصري إن لم تكن عيناك مرآتي.